السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر جرس تدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار البنزين الجديد في مصر 2020. أسعار البنزين اليوم في مصر بعد التعديل 2020: سعر لتر واحد بنزين 80 625 جنيه مصري، سعر لتر واحد بنزين 92 750 جنيه مصري، سعر لتر واحد بنزين 95 880 جنيه مصري، سعر لتر واحد سولار 675 جنيه مصري، سعر بيع طن المازوت الواحد لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 3900 جنيه مصري. أسعار البنزين بعد رفع الدعم في مصر 2020: سعر لتر واحد بنزين 95.9 جنيهات بدلا من 7.75، سعر لتر واحد بنزين 92.8 جنيه بدلا من 6.75، سعر لتر واحد بنزين 8 جنيه بدلا من 6.88 ب 6.75 بدلا من 5.50، سعر لتر واحد السولر ب 675 بدلا من 550. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار البنزين بعد رفع الدعم في مصر 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الدعم والسلام. والله عليكم ورحمة الله وبركاته.